الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحسن البصري بيقول يعني سبحان الله كل يوم بتطلع عليه الشمس بيقول أنا يوم جديد أو أنا خلق جديد على عملك شهيد على عملك شهيد فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فسبحان الله يا جماعة اللي احنا حياتنا كلها عبارة عن رزنامة نتيجة يعني كل يوم بيروح من حياتك يوم خلاص ما عادش بيرجع ليوم القيامة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث اغتنم خمسا قبل خمس. النبي عليه السلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس ان هو الانسان يغتنم شبابه قبل هرمه وصحته قبل سقمه وغناه قبل فقره وفراغه قبل شغله. الانسان الوقت ده هو وقت مهم جدا الانسان ممكن يعني يخلي باله منه لان ممكن سبحان الله بيضيع منه وبعدين يعني هيروح ما عادش هيقدر يرجع الوقت ده تاني خالص. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال عن عمره فيما أفناه، تسأل يعني عامة عن عمرك، وقال عن شبابه خاصة عن شبابك الشباب الوقت اللي فيه قوة وفتوة وكذا، عن شبابه فيما أبلاه، وهتتسأل عن علمك وهتتسأل عن مالك، مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هتتسأل عن الحاجات دي كلها وهتتسأل عن مالك أو علمك ماذا عملت فيه. فلذلك إخواني أنا النهاردة يعني بوجه رسالة للشباب اللي عندهم فتوة وعندهم يعني ما شاء الله لسه طاقة كده يحاولوا يغتنموا هذا الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى بدل ما يغتنموه في المعاصي والذنوب والأشياء التي يعني سبحان الله لا تسمنه ولا تغني من جوع. هذه مسألة مهمة جدا لازم احنا نخلي بالنا منها ان الانسان يعني سبحان الله بدل ان يكون في ظل عرش الرحمن شاب نشأ في طاعة الله عز وجل بدل ان يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة ممكن يعرض نفسه لعذاب ربنا ويعرض نفسه للنار والعياذ بالله. عايزين نشوف يا شباب يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بعض الاشياء السلبيات اللي احنا بنشوفها من بعض الشباب الان بنشوف واحد عامل حالق نص راسه وسايبها كده مثلا يعني مثلا بضرب مثال بسموها النبي عليه الصلاه والسلام سماها حلقه القزع لما اتي له بشاب او صبي فحلق بعض راسه وترك بعضها فالنبي عليه السلام قال يعني امره ان يعني يتركها كلها او يحلقها كلها يعني. فبنشوف ديت الشباب بعض الشباب برضو اللي بيلبس الجينز بيعملوا زي البنات كده تحس ان هو او البنت اللي هي عامله زي التام بوي بتقلد الشباب يعني حاجات غريبه كده بنشوفها لازم احنا نخلي بالنا منها يا جماعه يعني شبابنا الحلوين. والنبي عليه السلام بيقول يعني لا تتبعون من كان قبلكم يعني حذ والشبرا بشبر وذراع بذراع النبي عليه السلام بيقول كده. طيب هم مين دول حتى لو دخلوا جحر ضب لا اتبعتموه او لا دخلتموه؟ لا يا جماعه احنا عايزين نكون زي شباب الصحابه شباب الصحابه اللي كان بيصلي الليل عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص زبير بن العوام علي بن ابي طالب اللي اسلم وعنده 10 سنين حاجات كده جميله لازم احنا نخلي بالنا منها يعني ونتقي الله سبحانه وتعالى كده ونطيع ابائنا ونحترم ابائنا وامهاتنا حاجه مهمه جدا لازم ديت يعني صراحه طاعه الوالدين مهمه جدا يا شباب. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما وقال انشكر لك الي المسلم. رساله بسيطه للشباب اخواني محبتي كده اطيعوا الوالدين وانتوا يا اباء لابد ان تبرضوا يعني كده وتعلموهم سبحان الله الرحمه كده اهوت الرحمه المحمديه والكرم المحمدي والتواضع المحمدي والتسامح المحمدي كل هذه الاشياء مهمه جدا ان احنا نتعلمها ونعلمها لابنائنا باذن الله عز وجل ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك يا